السلام عليكم. لن تصدق ما حدث للجنية المخيفة بعدما حاصرها الرقاة في العمارة المسكونة ببلدية توزيانت بولاية خنشلة، وهذه التفاصيل الكاملة وتداولت عدة صفحات نشطة على الفيسبوك وكذا قنوات إعلامية محلية في الساعات الأخيرة تصريحات من مواطنين من سكان العمارة المسكونة والتي أرعبت الجميع. وحسب تصريحات بعض من سكان العمارة فإن صوت الجنية اختفى منذ أكثر من 24 ساعة ولم يعد يسمعه أحد، ويبدو أن هذا المخلوق الضعيف والجبان قد احترق وزال للأبد بعد رقية وتحصين هذا المكان من قبل أئمة ورقاة ورجال الدين. ودعا ناشط سكان العمارة إلى ضرورة العودة إلى بيوتهم والمحافظة على الصلاة وقراءة القرآن والأذكار والابتعاد عن الأمور المحرمة وخاصة السحر والشعوذة والعياذ بالله.